هل يجوز للمحرم أن يلبس النعال المخيط؟ لا بأس، المحرم يلبس النعال من أي شكل كانت ولا في مانع. نعم، وليست من لبس المخيط. النبي صلى الله عليه وسلم أمر المحرم أن يلبس النعلين، فإن لم يجد فليلبس الخفين، لأن الإنسان بحاجة إلى أن يجعل على رجليه شيء يقيها من الشوك ومن الحصى ومن الرمضة. نعم.